تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تطبيق إلكتروني تحت اسم الرمال البيضاء، بإيهام ضحاياهم بالاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على أرباح، واستولوا من وراء ذلك على مئات الملايين من الجنيهات. برغم تعقد وتنوع أساليب النصب على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الجرائم. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء، وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين على الإنترنت على أرباح من التطبيق بعد سدادهم مبالغ مالية تصل إلى 30,000 جنيه، وإيهامهم تحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده من خلال تكليفهم بمشاهدات فيديوهات واشتراك في قنوات وإعجاب بمنشورات ومتابعة أشخاص عبر فيسبوك ويوتيوب. بعدها تم إغلاق التطبيق بعد الاستيلاء من الضحايا على ملايين الجنيهات. وفي ضوء خطورة الواقعة لما تمثله من تعدي صارخ على أموال المواطنين، وضعت الإدارة خطة محكمة لضبط القائمين على هذا التطبيق، اعتمدت على استخدام التقنيات الحديثة وتتبع مسارات الأموال المحولة ومناقشة المشتركين في التطبيق، ونجحت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك مقابل حصوله على نسب مئوية من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها. وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة المحول إليها قيمة اشتراكات المجني عليهم، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية، ونجحت في ضبط 3 متهمين. واستمرت خطة البحث المعقدة وأمكن الوصول إلى مؤسس التطبيق المشار إليه، وتمكنت من ضبطهم في أماكن متفرقة وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية وماكينة طباعة فواتير شرائية يستخدمها المتهمون لإيهام شركات الدفع الإلكتروني بمشروعية الإيداعات النقدية للمشتركين بالتطبيق، وماكينة تصنيع أختام وأكل شيهات، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين 3 ملايين جنيه إضافة إلى 2000 دولار أمريكي. كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة حوالي 20 مليون جنيه، وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية بيتكوين بقيمة حوالي 2,800,000 جنيه. وتتولى النيابة العامة التحقيق، وأكدت تلك القضية مدى جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الجرائم المستحدثة وضبط مرتكبيها مهما اتخذوا من إجراءات الحيطة والحذر. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.